احنا عايزين نتكلم بقى عن جولاتك مع الاثار الغارقه. يا ماليش جولات ولا حاجه لسه مع الاثار الغارقه يعني. وانا بتمنى طبعا يبقى في تعاون مستقبلي مع هيئه الاثار الغارقه هنا في مصر، الى اني بدات مؤخرا برضو تحت رعايه تحت المعاونه مع مدام نرمين شهاب الدين من البنك الاهلي المصري، بدات اكتشف اماكن غارقه او السفن الغارقه. يعني احنا عندنا متحف كامل تحت الميه. المتحف دوت بيتمثل في هيئه الاثار الغارقه من سواء من الحمله الفرنسيه والحمله الانجليزيه على مصر او الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه او العصر الروماني كمان. فبالفعل قدرت احدد اماكن مركب غرقانه، انا مش عايز اتكلم عليها دلوقتي يعني. وفي مكان تاني بدات اجمع عليه معلومات، وده المفروض بعد ما الدنيا تبدا تتفتح شويه هنا في مصر وفي العالم يعني هبدا انزل عليه وابدا اوثق الاماكن ديت يعني. وفي حلقات المفروض اللي هي دلوقتي برضو هتبدا تتعمل، ولسه المشروع بيدرس يعني هيبقى في بحيث انها تبقى حلقات مستمره بنعرف بيها الناس، في منها جزء سياحي وجزء تعليمي وجزء ثقافي يعني. هنبدا نعرف بيها الناس يعني على المتاحف الغارقه تحت الميه يعني.